قولي لي، هل الدور ده هيكون في أي أغراض ولا الفنانة الجميلة فجر قررت تبعد عن ده؟ لا ازاي بس، يعني هو فجر ما تنفعش خالص من غير إغراء. أنا بجهز فيلم جديد في التوليفة اللي الناس بتحبها دي. الإغراء في الفيلم ده مهم جدا. لا هو فيلم السراب مش فيلم إغراء، هو فيلم يا جماعة يا جماعة، حد يتكلم مع الراجل ده. مين الراجل ده؟ لا لا لا، ده تامر المخرج الفيلم. الصراحة أنا مش فاهمة فجر ليه زمطت على نفسها في أم البوسة دي. فجر مستعدة تعمل المشهد، لكن لازم نصور بوسة من غير ما يبقى فيه بوسة حقيقية. هو حضرتك قريت السيناريو؟ طبعا قريت السيناريو. سعاد طعانك كامل برغبة شديدة وتهمس في أذني. ولا يهمك يا كامل، ليك بس إيه تعبان شوية؟ نجرب بعدين. يلا نجرب بعد شوية. طب أنا قدامك أهو. انت لو عايزه ده انا هجيب لك الكاست كله كمان.